يعني ضروري ومؤكد البنات كتشوفكم السلام البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم غادي يكون فيديو اللي تطلب حتى هو بزاف في القناه. بزاف البنات كيلقاو هذا المشكل هذا وللاسف ما كيلقاوش له الحل. اليوم جبت لكم الحل، اليوم جبت لكم وصفتي الخاصه اشنو كندير باش شعري يطوالي دغيا. انا جاوني واحد الاوقات فين شعري وقف لي حد هنا ومبقاش مازال باغي طوال، يعني واخا ما عرفتش كندير ليه والو مبقاش باغي طوال. كنقول ليك ما هذا هو، صافي هذا هو الزغب اللي عطاني سيد ربي. صافي كاينه هاد شويه هذا لازم طوال كثر من هكا غادي يطيح. ولا كنقول كاينه شي حاجه لداخل ولا شنو شاده، ولكن كاين فعلا الشعر اللي كيوصل لواحد الحد وكيعجز كيف ما كنقولوا، ما كيبقاش مازال باغي طوال. اغلبيه الناس كيمشيو يديروا كيمشيو يقطعوه باش يطوال، وهذا خطا. يعني ماشي خطا، هو مزيان تقطع الانس اولا البوان ديال شعرك باش يتنفس وكذا، ولكن الشعر كيطوال لينا من الجدر ماشي من التحت. يعني خاص الجدر ديالنا اللي يكون مغدي الا بغينا الشعره تنوض، وتنوض وهي في صحه جيده، ماشي تنوض وشويه تبدا تهرس وتكرد. هاد الطريقه هذه الا درتوها كيف ما قلت لكم كنوعدكم انكم غادي نتلاقيو نتائج اللي اكثر من رائعه. فعلا الشعر كيتبوست كيولي تجاره، فعلا الشعر كيطوال. وماشي غير كيطوال، لانك بعض المرات شعرك كيطوال وكيبدا يتقرد، يعني ملي كيوصل داك الطول اللي انت باغيه كتلقاي بقات غير واحد شويه د الشعر اللي هابط لتحت. كنسميهم انا بصيبصات. تعلمنا مصطلح جديد، بصيبصات. هذوك بصيبصات كيهبطوا حتى لتحت، والغلط ديال الشعر والكثافه ديال الشعر كتبقى لك حتى لهنا، فكتضري انك بطبيعه الحال غادي تقطعي اولا غتبقاي تباني فشي شكل ماشي هو داك. يعني الا الشعر كان بوكلي اولا مليسي كيبان لك لتحت شويه كشوي كي كما كنحملش انا داك الشيء. يعني عندي ندير كوب غارسون وما يبقاش ليا شعري بحال هكا ما بقاتش. هاد الطريقه هادي ديال هوت اويل تريتمنت اولا العلاج بالزيت المسخن والماء، ما عرفتش كيقولوا لها بعدا، هي خليط ديال الزيوت اللي كيكون عندها واحد الدور. هاد التركيبه ديال الزيوت كتحفز لينا نمو الشعر، كتخدم لينا على كاع المشاكل اللي كتكون فيه، يعني وحتى المشاكل ديال القشره وكذا، يعني الطفيليات اللي عنده قشره واللي عنده هكا حكه في الراس ولا كذا. يعني هاد الوصفه هادي فعلا غادي تخدم لينا على هكا وعلى هكا، الشعر كيطوال بصحه. هاد الوصفه هادي غادي تفيد بزاف ديال البنات، وبزاف ديال البنات غادي يشكروني عليها من بعد، لانني فعلا متاكده من الفعاليه ديالها. غادي نخليكم دابا تمروا تشوفوا الزيوت اولا التشكيله ديالهم، كل واحد لاش كيليق. يمكن لكم ديروا كميه كبيره وتحتفظوا بها حتى 6 شهور، غير وكان احتفظوا بها بدون تسخين. يعني خذوا الكميه اللي بغيتوا نتوما، بطبيعه الحال انا غنوريكم المقادير. عملوا الكميه اللي بغيتوا، يعني بامكانكم دوبلو وبداو بحال مثلا بغيتوا ديروا مثلا نص كاس على حساب الطول ديال الشعر ديالك انت وشحال غادي ديري. خذي نص كاس من داك الزيت الناتج اللي خرج لك وعاد سخنيه بالطريقه اللي غادي نوري لكم، والباقيه يمكن ليها تخبى كيف ما قلت لكم في شي بلاصه ما معرضاش للشمس بحال مثلا في البلاكار ديال الحمام ديالكم اولا كذا حتى 6 اشهر. بلا ما نطول لكم في هذه المقدمه بزاف، نخليكم تشوفوا الزيوت ومن بعد غندوزوا للتطبيق. هذه هي التشكيله ديال الزيوت اللي غادي نستخدم انا في هذه الوصفه هذه. غير حاجه وحده بنات، تاكدوا ان الزيوت اللي غادي نتاخذهم كاملين 100% اصليين وبيو. هذا هو الحاجه اللي كنأكد عليها بزاف. اول زيت عندنا هنا هو زيت الخروع، بطبيعه الحال حنا كنا كنعرفوا الفوائد ديال زيت الخروع للشعر وللجسم. حاجه اللي بغيت نقول لكم البنات هو ان زيت الخروع سبحان الله فيه واحد الخاصيه اللي هي تعديل البي اتش، وكيمشي للخلايا اللي كيفرزوا لنا الدهون وكيخدم عليهم. زيت الخروع هو الزيت الوحيد في العالم اللي يمكن الناس اللي عندهم البشره الدهنيه يستعملوه، كما الناس اللي عندهم البشره الجافه. الناس اللي عندهم البشره الجافه كيمشي وكيفرز ليهم داك الزيت، يعني كيعطيهم ما يكفي البشره ديالهم من الزيت. والناس اللي عندهم البشره الدهنيه كيحفز دوك الغدد اللي كيفرزوا لينا الدهون على انهم يفرزوا غير القياس. زيت الخروع فعلا كنصحكم كلكم به، فقط بالنسبه لزيت الخروع خاصو ضروري يكون معصور على البارد، يعني العصره ديالو تكون على البارد. ثاني زيت استعملت هو زيت الخردل اللي غني بالاوميغا 3 والاحماض الدهنيه اللي كتساعد الشعر على النمو بشكل اسرع، كتغذيه من الاعماق باش تحصلي على شعر يكون قوي وتخين، يعني الشعر كيخلف كيولي كثير
وصحي. وصلنا لزيت السمسم اللي معروف بالتغذيه العاليه اللي كيقدمها للشعر، يعني هو زيت خفيف، يعني هو كيعطينا دوك يعني كيدم لنا الشعر وكيقاد لنا الشعر بلا ما يتقلو، كما انه فيه حامي او واقي من اشعه الشمس للشعر، يعني بامكانك تدهني به دخلي في السيرومات ديالك، يعني هو فعلا كيحمي الشعر من اشعه الشمس باش ما يتشوكش لكم الشعر ويجف بزاف. يدخل في الوصفات ديال اطاله الشعر، كيخدم لينا على الفروه ديالنا، يحيد منها القشره اللي عنده المشاكل ديال القشره، كيحارب لنا الفطريات. دوزو دابا زيت بذور القرع او لا زيت بذور القرعه كيف ما كنقولوا حنايا، هذا إليكسير أو لا إكسير النمو ديال الشعر، فعلا كيطول الشعر، وعن تجارب شخصية هاد الزيت هذا فعلا معجزة. يعني لما كانش عندكم هادشي كامل بإمكانكم تاخدو زيت بذور القرع، زيدوا معاه زيت أساسية من العائلة ديال النعنعيات خليتها أنا، وإمكانكم ديروه، فعلا كتعطي نتائج مضمونة مليار في المئة. الزيت الموالي هو زيت سحري فعلا، كيف ما شفتوا انا حليته هنايا لان كان خاصني ندير وجهي، هذا فعلا كنستخدمه للوجه وللشعر بدون اي تخوف، اكثر من رائع، حتى من الحبوب وداكشي اللي كيكون في الوجه كيحاربهم، كيرطب الشعر، كيعطيه كيلينو، يعني الشعر كيولي لين، وحتى هو كيسرع بزاف نمو الشعر. كيف ما قلت لكم يعني انا الخلطه هذه عندي ديال تطويل، بزاف البنات طلبتوها مني وكنتوا كتقولوا انه عندكم مشاكل في تطويل الشعر ديالكم. مر دابا الزيت بذور العناب، كيرطب وكيعالج لينا، زيت فعلا خفيفه، كيحارب القشره والطفيليات، كيقلل من تساقط الشعر، رائع للشعر الهش المتضرر، يعني اللي كتبديها كتمشطي فيه وكيبدا يتقرض كامل كيطيح، كيكون شعرك ناشف بزاف. هاد زيت بذور العناب يعني ما عنديش ما واعر بزاف. دابا غادي نمشيو للزيت الاساسيه اللي اختاريت انني نستخدمها. الزيت الاساسيه اللي اختاريت انني نستعمل اليوم هي زيت ازير او لا الويل دو غومارا او لا روزماري، يعني روزماري اسينشال اويل، يعني فعلا فعلا غزاله تطويل الشعر، كونوا متاكدين مليار في المئه درتو هذه الوصفه هذه، غادي يكون عندكم نتائج جد 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 مرضيه. مع هذا الشيء هذا كامل غادي نزيد زيت جوز الهند او زيت الكوكو اللي كنعرفوا احنا زيت الكوك. علاش غادي تقولوا لي زيت الكوك؟ زيت الكوك عنده اصغر موليكول او لا اصغر جزيئه كاينه في الزيوت ديال الكوكب ديالنا، يعني ما كيغطيش لينا الزغبه من الفوق او لا كيخليها تبان لامعه وكذا، كيدخل ما بين دوك الشقاق ديال الزغبه وكي كي يعني كيرطبها من الداخل. غادي تسالوني بزاف وتقولوا لي منين غنجيبوا هذا الشيء؟ اي معشبه عصريه، ما تمشيوش عند المعشبات اللي كيكونوا يعني بحال دوك العطاره اللي كيكونوا هكا كيجيو في القنت وكيجيو مدخشين، لا ما تمشيش عند دوك الناس، سيروا عند المعشبات. راه ولاو دابا تبارك الله المعشبات عندنا بزاف وعصريين وزوينين، داخل لهم بحال داخل شي سوبر مارشي ولا كذا، زوينين وبالماركه ديالهم وبالاسم ديالهم، باش حتى ولا كان وقعت لك شي حاجه مثلا لقيتي شي زيت مصنن او لا فيه ريحه ضاربه فيه الشمس او لا كذا، عندك مع من تهضري، تمشي عنده تهضري معاه، هو غيخاف على الاسم ديالو بطبيعه الحال وغادي يرد باله الخدمه ديالو. غادي ندوزو دابا بطبيعه الحال باش تشوفوا معايا المراحل ديال التصاويب ديال هذه الوصفه هذه، وغادي نديرها قدامكم على شعري لانه فعلا محتاجه، وغادي بطبيعه الحال نكملوا مع بعض.
صافي خاصكم تكونوا بطبيعه الحال ماشطين شعركم. دابا دازت 15 دقيقه على الزيت وهو في هذا الماء السخون، يعني الماء ولا كيتقيسيه عادي ولا دافي. هاد الزيت هذا كيدار على الراس كامل، يعني على الفروه وعلى نهايه الشعر. الروائح عندي هنا ولا اروع. كيف ما قلت لكم البنات اللي غادي يقولوا انا اصلا شعري دهني ما يمكنش لي دير هذا، اولا اصلا شعري دهني تبغيت هذا الشيء. الافرازات اللي كتكون من الجلده ديال الراس ديالنا ما كيكونوش فيها بطبيعه الحال كاع هاد المكونات هادو، المينيرال الفاتي اسيدز كاع داكشي اللي كيكون في الزيوت. يعني في هذا الخريف هذا الشعر كيبدا يطيح بشكل هستيري، يعني فعلا كنزكيهم الشعر. يعني الماساج راه ضروري بزاف لانه فعلا كيحرك لينا الدوره الدمويه في المنطقه، و جلد حتى هي كتستغل لك شي كتاخذ منه. دابا كيف ما كتشوفوا الشعر يعني تشبع بالزيوت، درت كلشي تقريبا مقلي غير شوي. هادشي اللي بقى ليا ديال الزيت هذا ما غاديش نحتفظ به لانني كيف ما قلت لكم سخنتو. دابا هذا غنمشي نقلب على شي واحد في الدار، غنقلب على شي واحد خاصو الزيت للشعر وغنمشي نديرو ليه. يعني ما استخفيفه دابا باش يتوزع علينا كلشي الزيت، واخا هو راه موزع يعني عرفتي الشعر عامر دابا بالزيت. ومن بعد غادي نجمعوه بطبيعه الحال وغادي نديروه في تقيه ديال الحمام او البوني الحمام. صافي من بعد ما درت البوني على شعري غادي نخليه على الاقل ساعتين. كاين البنات اللي غيسالوني واش بامكاننا نباتو به اولا، بطبيعه الحال بامكانكم تباتو به، غير وكان يعني شدوا شعركم وكذا على قبل الزيت غادي يخرج لكم في الخديه ديالكم، ومن الاحسن ديروه بالنهار باش تفادوا هذا المشكل هذا. عن نفسي كنغسلو جوج المرات بالشامبو اللي يكون معتدل، لانني ما كنبغيش يعني الملمس ديال الزيت يبقى عندي بزاف في شعري. كنضمن لكم على ضمانتي هذه الوصفه هذه اللي درتوها كيف ما قلت لكم وداومتوا عليها مره في الاسبوع، غادي تلاحظوا بعينيكم ان شعركم غادي يبدا يطول بواحد السرعه خياليه صدقوني. هذا هو السوبر وصفه او الوصفه الخارقه باش يولي عندك الشعر طويل. واخا انا كنفكر هاد الايام انني نبدل شويه من لوك ونقطع شعري، ما عرفتش بالكم نقطع شعري ونخليه طويل، كتبوا لي لتحت في الكومنت. كنتمنى تجربوا هاد الوصفه هذه لانها فعلا غادي تفيدكم. انا كنهضر معكم كل زيوتات مزيته كل زيوت. كنتمنى تعجبكم، كنتمنى تجربوها لانها فعلا فعلا غادي تعطيكم نتائج اكثر من رائعه. واذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا عليه لايك كبير باش نعرف ان هذا النوع ديال الفيديوهات كيعجبكم، وخا لاحظت انه كيعجبكم فيديو ديال الشعر. وحتى نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. من هنا حتى تما تهلاو لي فرجكم بزاف بزاف بزاف.